بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم متابعينا في كل مكان، اسعد الله صباحكم بكل خير، صباح الرموز وصباح الذهب وسن الابداع وسن الامتاع وسن رمز بدأ مع فزاع وبعد ذلك مع الرئاسة وهجنها لينطلق هذا الشوط، الشوط المفتوح الخاص بالقعدان، انطلقت الاسماء والبندق الذهب الذي ينتظر واحدا من هؤلاء المشاركين. مقدمة الشوط المركز الاول هجن العاصفة تأتي مع المركز الاول ليتقدم غيات الهلالي مع المركز الاول في عملية التضمير والانطلاق والمتابعة لمن يسيطر مع المركز الاول في هذه اللحظات، بينما المركز الثاني بينما المركز الثاني ايضا شعار هجن الشحانية يأتي مع المركز الثاني يتقدم مع الهموم ويتقدم العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي نسناس مع المركز الثالث ايضا للدعم الخطير يتقدم مع نسناس المضمر الذي يتابع شعار هجن الشحانية سالم بن فاران المري. مرحبا بك يا الذهبي، مرحبا بك يا الذهبي في معركة الذهب. المركز الرابع القدوم من المتحد ايضا لحجن الشحاني وصل في هذه اللحظات صاحب الرمز وصاحب الخنجر في ميدان التحدي يتقدم بشعار هجن الشحاني المتحد يتحد مع الذهبي سالم بن فاران المري. المركز الخامس ناصي 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 الذهب ناصي لحجن الرئاسة يتقدم الظافر علي بن جميل الوهيبي بوسعيد في عملية التضمير. هكذا متابعين الكرام في كل مكان النداء للخمس المراكز الأولى العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى المركز الأول، إلى التغيير، إلى نسناس، إلى نسناس. الله يا نسناس يبحث عن الرمز، يبي يفرح الناس، يبي يفرح المحبين العاشقين لميدان التحدي وصاحب الرمز في ميدان الشهيد. الله 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 يا نسناس يا هذا الشوط الذي يحمل في طياته الأسماء القوية الرموز الذهبية. نسناس نسناس لحجن الشحانية يتقدم المضمر الذهبي سالم بن فاران المري. يطالبونك بالرمز، يطالبونك بالذهب بالبندق يا بن فاران. المركز الثاني لهموم مع المركز الثاني ايضا لحجن الشحانية يأتي المضمر العملاق مضمر الجزر سلطان بن محمد الوهيبي في عملية التضمير. المركز الثالث يأتي اللال مع المركز الثالث في هذه اللحظات لحجن العاصفة ويأتي المضمر غيات الهلالي من قدم لنا عروبة في هذا الصباح الجميل مع الشوط المفتوح مع سن الابداع والكأس يغادر لك يا سيدي فزاع. المركز الرابع رابع المراكز القدوم الوصول من الحمر من الخطر من الممتع من غزوان غزوان
غزوان يا غزوان لهجن الرياسة يأتي المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من خطف الرمز قبل قليل في شوط المحليات يأتي الآن بشعار هجن الرياسة المركز الخامس القدوم من المتحد لهجن الشحانية يأتي سالم بن فاران المري مع التضمير مع المتابعة ولكن العودة إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول إلى نسناس إلى نسناس ما زال يقود المعركة المعركة الأدعم الخطير الأدعم الكبير ميدان التحدي ينتظر ينتظر السلام ينتظر الناموس ينتظر الفوز ينتظر البندق الذهب يا بن فاران يا الذهبي ويا العملاق تحرك المتحد المتحد القادم لهجن الشحانية والمضمر سالم بن فاران المري حرك هذا المرشح حرك المرشح من اجل الرمز من اجل الفوز غزوان قادم لهجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري ولكن العودة الى مقدمة الشوط الى الشحانية الى الادعم الى اهالي الدوحة اهالي الدوحة يرسمون أجمل لوحة أجمل لوحة ثلاثية ثلاثية من أجل الرمز من أجل البندق الذهب الذهب ذهب بن فاران ذهب بن فاران ذهب يبحث عن الذهب روح سالم بن جابر بن فاران المري الله يا المتحدة الله يا السلالة الله يا السلالة على خطى الشبابي على خطى الشبابي محمية الروية السلام إلى الدوحة إلى تميم العز والأمجاد سيدي حضرتي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آلتاني سلام يا الدوحة سلام يا الأدعم سلام يا العنابي سلام يا أهل الدوحة سلام على الثلاث المراكز الأولى مع المضمر سالم بن جابر بن فاران مع المركز الأول والثاني وثالثا بقيادة المضمر سلطان بن محمد بن سالم الويبي رابعا غزوان لهجن الرياسة خامسا مشاغب لهجن الرياسة غزوان مع محمد بن عتيق بن زيتون وهنالك مشاغب مع علي بن جميل الوهيبي المتحد وما أدراك ما المتحد يحطم الأرقام يحطم الألقاب يحطم التواريخ يحطم الأرقام القياسية بتوقيت زمني لم يحدث من قبل سجل يلي تبي تسجل وشوف يلي تبي تشوف التوقيت الزمني لحظتي فوز المتحد 8:36.7 من الثانية خذوا الرمز المفتوح وجعلوا هذا التوقيت يروح تهانينا لهجن الشحانية وسلام يا الذهبي سالم بن فاران المري المركز الثاني 8:39.2 من الثانية هو التوقيت الزمني لحظة وصول الهموم تهانينا لهجن الشحانية تهانينا للعملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي 8:39.3 من الثانية توقيت نسناس تهانينا لهجن الشحانية تهانينا للذهبي سالم بن فاران المري